مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا القصة ديال فاطمة الزهراء والصديقة ديالها أو الزميلة إذا صح التعبير اللي معاها في الدراسة آية. مشاهدينا الكرام، أول ظهور لهم جوج في الحوار معايا من أجل مجموعة من النقط بحضور الوالدين ديالهم. مشاهدينا الكرام، غادي نبدأ جوهر الموضوع في الأول مع فاطمة الزهراء. كما قلنا في الفيديو السابق أنه فاطمة الزهراء وآية كان لهم دور جوهري بذكاء مع الطبيبة من أجل الوصول للهدف اللي هو تبيان الحقيقة اللي وصلوها رجال الدرك اللي قاموا بمجهود جبار صراحة. غادي نشوف مع فاطمة الزهراء في الأول حيتية القضية. فاطمة الزهراء لاباس؟ لاباس الحمد لله. غادي تعاودي ليا ملي وقعت الواقعة، كيفاش قلتي ليه ديني عن طبيب؟ ومن تما شنو كيفاش تعاملت معكم الطبيبة؟ كيفاش تعطاتك ديك الورقة؟ كيفاش رجعتو؟ كيفاش وصلتي للجدارمية؟ الجدارمية هما عن طريق داك المقدم عيطوا للأم تجات لعندك. عاودي ليا ملي قلتي ليه بغيت نمشي للطبيبة شنو اللي وقع؟ عاودت ليه شنو وقع ليا، قلت له ضروري مشيت عندو بالسبت، قلت له ضروري خصك تهبطني للطبيب. قال لي اهلك داير شي حاجة، نهبطك للطبيب. ومشينا هبطنا على الدكتورة، الدكتورة اللي كنشكرها بزاف دكتورة إيمان، ومشيت عندها ودخلتني ودارت لي الفحص وقالت لي لأنك تباقى بنت ما وقع لك حتى شي حاجة، وعطاتني واحد السرفكيتة باش قالت لي هادي وعمرتها لي وقالت لي هادي ضروري خصك تطلعيها للجدارمية، وطلعتها لهم درت مجهودي ودخلت عندهم. كيفاش مشيتي لعند الجدارمية؟ كيفاش الصديقة ديالي هي اللي طيحت عليا هاد الفكرة باش نطلعو السرفكيتة للجدارمية. وبشينا ودخلنا لا قبل، إلا كان ممكن باش تعاودين، أنت مشيتي عند الجدارمية، كيفاش أنت مشيتي أنت وياه وفين جاو الجدارمية؟ قرابين ليكم حدا المدرسة ولا حدا السكن ديالك أنت؟ لأن صاحبتك أنت البلاصة اللي كتسكني فيها ماشي الدوار اللي كتسكن فيه هي، بيناتكم مسافة كبيرة، كتجمعكم المدرسة اللي كتقروا فيها بجوج، ياك؟ سميتها الخطابي إمام البخاري، مزيان، أجي تعاودي لي كيفاش أنتم تعرفتوا في كاينين الجدارمية ومشيتوا عندهم؟ لان الدرك الملكي قرب من المدرسه ديالنا، مشي بزاف بعيد عليه. مشينا طلعنا هذيك السرفكيته درنا منها فوتوكوبي نسخه وحده بقات عندي، وحده دخلناها الجدارمية صافي. ديك الساعه تصنتوا لينا وصافي ومشاو. شنو قلتي للجدارمية؟ مشيت عندهم وقلت لهم اولا هضرت الصديقه ديالي هي اللي دوات الاولى، عاد وسولوني انا قالوا لي شنو وقع لي، قلت لهم هذاك السيد اللي خدام في السبيطار سميتو عبد القادر تعدى عليا وصافي. وديك الساعه دخلوني داروا معايا التحقيق انا وصاحبتي، والشي كله راه كيبقى على صاحبتي اللي عارفه. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف مع ايه غادي تعاودي ليا كيفاش نفس السؤال، كيفاش نتوما قلتوا لي دينا عند الطبيب ومشيتوا عند الطبيب والطبيبه عطاتكم ورقه وقالت لكم سيروا عند الجدارميه ومشيتوا؟ عاودي حنايا ملي انا سمعت ديك الهضره اللي قالت لي صاحبتي، مشيت هدرت مع، قلت له حرام عليك هذيك راه بحال بنتك ضروري تهبطها للسبيطار. قال لي انا في الاول قال علاش انا هبطها للسبيطار انا ما داير ليها والو. هكرت عليه قلت له انت تعديتي على الدريه قد بنت صغرتها من بنتك وتزوجت بنتك وراه ولدت قدها، دابا الناتي انت هبطنا للسبيطار هو الاول ما هبطناش انا هبط ديريكت للجدارميه. قال لي صافي غدا الصباح نبطو على الجدارميه. مشيت في الصباح مشيت للدار بدلت حويجاتي وليت في الصباح، مشيت ركبت في الطوبيس تلاقيت مع صاحبتي كانت في واحد الحاله اللي خايبه كترد دايخه ما كتقدرش تتمشى، كان هو في غادي كان هارب في الصباح كان غادي جيت جندرار هارب رديناه ولا فلت لينا جيت السبيطار ولا هكاك ولينا رضينا. شديت صاحبتي من يديها وقلت له زيد قدامي عند حدا الطاكسي الجرف، هبطنا من تمايناتي هبطنا عند الطبيبه. واش عرفتي انت ديك الساعه غادي يقدر يديكم هو عند الطبيبه؟ ما خفتوش يعاود يقدر يتكرفص عليكم ولا؟ وحنايا هبطنا في طاكسي ماشي هبطنا حتى بحط الطاكسي. ما عندوش هو الطوموبيل؟ لا حيت ما حط الطاكسي تقدم السبيطار. مشينا عند الطبيبه الاولى ما بغاش تشدنا الرونديفو قلت نسير عند الطبيبه عامه ايمان. مشينا عندها مشى هو كذب على الطبيبه قال لي انا الاب ديال انا الاب ديالها خذيني انا نوبه. مشات فاطمه مشات كتبكي تبعتها الفرمليه عاودنا لها كل شيء
عودنا لها كلشي حتى شنو وقع معايا انا، عودنا لها كلشي، ولات دخلتنا حنا الاولى على الطبيبه وعودنا لها كلشي، وهو ما خلاتوش الطبيبه يدخل. درت ليها الفحص، عمرها السرفاتيكا عطاتني انا نسخه بقات عندي ونسخه بقات على الطبيبه. ملي عطاتها واحد الورقه ديال الدواء ما بغاش يشريها لها، قال لي لا ما نشريكش انا غالي، حتى انا مطاطعين فيه. قلت لي صافي ما بغيتش يشري الدواء، قال لي اه. قلت له صافي خلينا حتى نركبو نهبطو لعند فاري، نشوف راسنا راسنا لعند فاري. ملي وصلنا ما بغاش يجي شلنا الدواء، مشيت انايا للمكتبه طبعت نسخه من طبعت نسخه بالكريدي ديال السرفاتيكا، هبطتها الجدرميه. ملي سولوني جدرميه ما قلت لحات اغتصاب وتحرش، من تما ديرك دخلونا سولونا عاودنا لهم كلشي من تمايناتي. ملي قالوا لنا شكون هذا، قلنا له راه السيد اللي خدام مع بقاده خدام في السبيطار. قلنا هذاك ما يمكنش، تعاودنا له كل شيء. وكانوا شي بنات اخرين كيمشيو لتما كيتعدى عليهم، ما قادرينش يهضروا، ما قادرينش يهضروا لحد الان يلا كيهضروا. وانتم قلتوا للدرك الناس حتى هما اللي كتعرفوا حتى هما تكرفص عليهم. انا ما قلت له انا ديك البنات اللي كنعرفهم ما كنعرفهمش مزيان، في الوجه نعرفهم اما في السميه ما نعرفش. تما عاودت لهم كل شيء، قالوا صافي هذا الشيء يبقى على حساب. مشاو ثاني ولاو عاودوا لها سلفاتيكا جديده وتاكدوا من داك الشيء. دابا حنايا هنايا، قلت لك دابا حنايا هنا هنايا، ونتمنى من ربي انه ياخذ فيها الحق ولا الشيء اللي دار. لان حيت انايا جا وقالوا لي خصك ديري تنازل، كذبوا لي وقالوا لي صاحبتك دارت تنازل. قلت لها صاحبتي دارت تنازل، انا ما عنديش تنازل، حيت الشيء اللي وقع لي يمكن وقع لشي وحده اخرى، يمكن توقع بنت عمي، يمكن توقع لبنت خالتي، لاي وحده واخا ما نكونش نعرفها، ما نبغيلاش هذا الشيء. من تمايناتي انا ما بغيتش نتنازل على حقي نهائيا. شحال عندك من عام بنيتي؟ 14 ونص. يعني قدك قدها؟ اه. كتقراو في نفس القسم؟ لا، هي اولى، هي ثامنه وانا اولى 7. دابا عطيتيني نقاط مهمه في الموضوع، نعاودهم لك باش الراي العام يستوى معنا. اذا كنت خاطئ قول لي خاطئ، كنت صحيح قول لي صحيح. صافي الحمد لله، انتوما جوج شابات طلعتوا، انتوما هما البطلات صراحه، لانكم درتوا موقف جبار، قدرتوا انكم تستقطبوه تقولي دينا عن الطبيب، واللي غير المسار انه هو حول بالذكاء ديالو انه يغير الحقيقه امام الطبيب ويقول لهم هادو بناتي، ولكن الوضع الصحي ديالها انه عند 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 الممرضه عودت لها الحقيقه، والممرضه مشات عند الطبيبه قالت لها داك ماشي باهم، قالت لهم ها الحقيقه هي تما لاش الطبيبه فطنات الجرم اللي ارتكب، وعطاتكم الوثيقه ملي دارت لكم الفحص باش تعطيوها للدارك، هذا هو. ومن تمينتي الطبيبه قالت لي لما بغاش يعترف بها ولا وقعت شي حاجه، لا حملت ولا شي حاجه ما بغاش يعترف بها ولا بغى يهرب، راه كاين تسجيل الكاميرات كيتبت بانه راه كان معنا، حتى هو راه قال للطبيبه شنو واقع، كيتبت بان تسجيل الكاميرا. قالت لي النمره ديالي في الوثيقه اللي في السرفاتيكا، طلع قايدوها في التليفون، انا نجيب لكم تسجيلات الكاميرا. في الكواليس ملي كنتو معاه نتوما، لا في المرحله الاولى ملي كنتو غاديين معاه الطاكسي، ملي ركبتو معاه في الطاكسي، عاوتاني ملي مشيتو عندو معاه عند الطبيبه، وملي خرجتو من عند الطبيبه، ما حاولش يتوسل ليكم يقول لكم سمحوا لي غلط هذا؟ ما حاولش؟ ما حاولش، قال لك انا ما درت ليها والو، اصلا ما كاين والو، علاش انا نطلب السماحه؟ ما درت والو، ما بغاش يشري لها في الاول الدواء. من تما انا تعصبت مره، قلت له صافي ما بغيتش تشري الدواء، قال لي لا. مشينا قلت له صافي ماشي مشكل، عادي ماشي مشكل. ركبنا في طاكسي، شدينا الارض نفعين تفا، شدينا رجلينا في العين تفالي، جريت صاحبتي، جديت صاحبتي من يديها وطلعتها للمكتبه، درت فوتوكوبي تما، قريت هذيك الوثيقه وليت هبطتها للجندرال. ملي قالوا لي شنو خصكم بنتي، قلت لهم راه حالتها اعتداء اغتصاب وتحرش بحال هكا. قالنا ماشي مشكل دخلوا، حنا منين نتوما؟ قلت له انا منين وهي منين، انا من ولاد محيو وهي من قراوشه. عيطوا لها المقدميه ديال دواورنا وعيطوا لوالدينا، نتمنى الليل كامل وحنايا تما النهار كله من ال 11. الصوره عطيتها لي واضحه، وانا كنشكرك لانك قدرتي وكسرتي الطابوهات ودويتي على المعاناه ديالك، ودافعتي على شابات اخرين باش مثل هذه الانواع ما يرتكبوش مثل هذه الافعال الناس اخرين. غادي نشوفوا مع الام. قولي لي عندك شي اضافه؟ مرحبا. ثلاثة عاد دابا الراجل ديالي عيطولو، قال له راهم ثلاثة جاو الأبات ديالهم كيسولوا على هذا الشيء، ملي سمعوا هذا الخبر هذه راهم جاو حتى هما كيدافعوا على البنات ديالهم، عاد قالوا هذا دابا في هذه العشية حتى هما بغاو يمشيو، حتى هما بغاو ملي لقاوه كيدير هذا الشيء مع البنات حتى هما جاو يشوفوا شنو هو كاين، يدفعوا على بناتهم حتى هما يدعيوا على بناتهم. بالنسبة للحقيقة
حتى هما تعرفوا حنا واش كاين هاد العدد ديال هاد التسعود ولا لا. هذاك الشيء اللي كاين. شكرا ليك، انت هي البطاله ديال هاد القصه، وان شاء الله غتولي بخير وعلى خير وغتقراي وحنا معاك. غادي تقرا ان شاء الله. لا ما غاديش تضيع ان شاء الله، خليني دابا الا كان ممكن عرفت ما غاديش تضيع ان شاء الله. دابا حنا خصنا نقويوها انت وهاد الصديقه ديالك، هذه الصاحبه ان شاء الله اللي غادي تشدي معاها الحياه الى بغى الله. علاش؟ لانه هي كتوي معايا مسكينه وكتبكي. تخديتو واحد التحدي ووصلتوه للقانون باش حميتو بنيتات اخرين ما يطيحوش في هذا الشيء. الراي ديالك كتبكي ضروري فوالا، موقف رجالي اللي داروا هاد البنيات. هذه الوحيده اللي عندي، ما عنديش وحده اخرى. الا اغتصبت بنتي شنو ندير انا؟ ما بعت لي حياه، اش ندير؟ ما عندي ما ندير. الله يسترها لك يا ربي، الله يفرج عليك، وشكرا مرة أخرى والله العظيم. أنا تنقولها لكم من قلبي، شكرا لكم جوج مشاهدينا الكرام. كما تبعتوا معنا القصة واضحة، الشابات اللي تعرضوا لهذا الفعل إجرامي صراحة قدروا وتمكنوا بالجرأة والله سبحانه وتعالى فطنهم بطريقة اللي يقدروا يوصلوا المعلومة، تواصلوا معاه من أجل تطبيب، انتقلوا معاه. الأخت اللي هي فاطمة الزهراء بانت عندها علامات أنه في وضع غير عادي، صرحات الممرضة رغم أنه هو خدا الحيلة ديالو باش يبين للطبيبة أنهم البنيتات ديالو، إلا أن الممرضة عرفت الحقيقة وصلتها للطبيبة. الذكاء ديال الطبيبة أنه أدت الواجب اللي عليها وداك القسم اللي كتأدي بطبيعة الحال، وصلت الرسالة لرجال الدرك اللي هما مشكورين بحث معمق في الموضوع، اعتراف تلقائي ديالو، وهو الآن بيد القضاء. مشاهدينا الكرام، هذا هو مجمل القصة بصفة عامة. أنا أريد أن أناقش بشكل مختصر الشق الإنساني اللي كنتكلم الآن مع الأم ديال آية والأب ديالها مسكين ما كيتكلمش، وكذلك هاد الزوجة اللي تا هي بجوج هاد النساء فيهم موقف ديال كيخدموا خدمة الرجال، رغم أنه الزوج ديالو من يجلس من الخدمة ديال فاطمة الزهراء ما تيخدمش. الشق الإنساني من أولوياتنا. مشاهدينا الكرام، أنا وضعت في الفيديوهات السابق في الفيديو السابق وضعت رقم الهاتف ديال الأخت، وكذلك في الفيديو الآخر تا هو رقم الهاتف ديال أمة آية. والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. كل من ساهم أو ساعد الإدخال والإسهام في الفرح والسرور لهذه العائلة أجره محسوم عند الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على هذا الملف وسوف أوافيكم دائما بالجديد. انبهرت صراحة للموقف اللي داروا فاطمة الزهراء وآية باش قدروا يوصلوا الرسالة لذوي الاختصاص. صراحة أنا تنقول لهم برافو. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.